بس شرح لي هذه النقطة دكتور. قال تعالى بس بمسألة أنه أيضا العكس ربما يكون صحيحا، يعني هل العالم يستطيع أن يفهم أيضا إذا كان فقيها بأمور الإدارة؟ يعني هل يستطيع أن ينوب عن الحاكم بهذه الطريقة بهذا المفهوم؟ ربما يكون غير مختص. الله تعالى لم يقل هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأهل العلم الشرعي فقط. أهل العلم والعلم وأولي العلم منكم وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هنا لذلك ربنا فيه سر في الآية ما كنا زلنا. ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا الأمر، يعني الترتيب كان وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر، لكن مش أنا ما قلتش كده، قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فتطيعوا أولي الأمر من العلماء أو من الحكام بقدر طاعتهم لله ورسوله، بقدر طاعتهم لله ورسوله. فإذا لم يطيعوا الله ورسوله فلا طاعة لهم. وبالتالي لما تأخر الحكام في أوقات كده عن الجهاد وعن دفع الظالم تصدر العلماء لذلك، تصدر ابن تيمية للجهاد وتصدر عز بن عبد السلام لحل مشكلة الأمة. يعني الأصل بالعالم أن يأمر الحاكم بالمعروف وينهاه عن المنكر. الإمام لا يمكن إلا أن يكون في الأمام، الإمام لا يمكن، لا تصح الصلاة إذا كان الإمام في الخلف. والإمام الأمة ليس إمامة الصلاة، إنما إمامة إقامة الدين في الحياة. فيجب أن يكون الإمام أمام الناس في دفع الباطل، وأمام الناس في الصدع بالحق، وأمام الناس في تطبيق الإسلام، وأمام الناس في أن يصدع فيقول لظالم يا ظالم. فإذا غاب عن الإمامة كيف له أن يتصدر في المسجد؟ فمن غاب عن إمامة الناس في الحياة لا يحق له أن يتدخل أو أن يؤم الناس في الصلاة. طيب.